لا، الوالدين هما الاولين، ما نفضلش مرتي على الوالدين. المرأة هي مهمه ولكن الوالدين اكثر، فهمتيني؟ الوالدين اكثر، كل شيء على الوالدين. اللي خطاوك الوالدين خطاوك كل شيء، واخا تكون المرأة ما كاينش بحال الوالدين. طبعا لا، بدايه غنكون منصف بالنسبه للوالدين، غنشوف اذا هم فعليا سببوا اي مشاكل لهذه المراه، غنحاول نشوف نعالج المشكله بطريقه او باخرى. لكن اذا كانت المراه هي المشكله، طبعا غنحاول نعالج اي طريقه ممكنه. لكن اذا كانت المشكله خلص محتدمه، غنحاول نبعد بيناتهم بحيث ان نقدر نسكن انا ومرتي بشكل بعيد، ويكون اللقاء بيني وبين مرتي، يعني بين مرتي وبين اهلي، يعني بشكل غير تعارف مبني على التقدير والاحترام. ولكن زي ما قلت لك اياها، لا افضل هذا ولا افضل هذا، ولكن يكون منصف اتجاه الاثنين. صراحه ما نقدش نفضل الاخر راجلي على قبل والدي. غادي نحاول ما امكن الا كان شي مشكل انني ندخل بخيط بيض، واكيد الا كان عاوتاني كنشوف بان الوالدين ديالي كيدخلوا في العلاقه ديالي مع راجلي، غادي نحاول نجلس معاهم ونشرح لهم اكثر الموقف باش انهم ما يدخلوش. واكيد الوالدين واكيد راجلي ما غاديش نخلي بانه يقلل زعما الاحترام ديالو على والديا. وانا كنطلق من واحد المبدا انني كما كنحترم ليه والدي، راه اكيد هو غادي يحترم ليا والديا. وكاين واحد الاشكال اخر، حنا دابا اللي ولينا كالعادي منه اكثر، هو انه بحال مثلا انا ما نحترمش والديه. هو انا في الحقيقه ما عندي حتى شي مشكله مع العائله ديال الراجل، حيت انا عارفه راسي شخصيتي كي دايره، يعني ظريفه ومتفاهمه ومتفائله، وكنشوف بانني ما غاديش نلقى معاهم شي مشكل، سواء دابا ولا سواء من بعد. وبالعكس انا كنشوف العائله هي السند ديال الاسره الصغيره، ولا ما كانتش راه ما غاديش تكون لا اسره لا والو. على ود عيالاتهم، وهذا الشيء راه كاين من بكري. نعطيك واحد المثال، خلاو جدودنا ووالدينا الله يرحم، قال لك واحد الرجل قالت له المراه شوف فيا ولا شوف باك. ايوا قال لها اش غندير، ما سخات بالمراه، وهز باه دارو كتبو غادي يمشي يلوحهم لواحد الكاف. الوقت اللي غادي يلوحهم لذاك الكاف، بدا هذاك الاب كيضحك ويقول له يا با راه كون عرفتيني فين غادي بيك كون راك كتبكي. قال له وليدي زيد من هنا لحتى سميتو جدك ذاك العام، ويقولوا غترجع لينا سلاله ويرجع للدار عند مدام. قالها بغيت تجلسي مع با، جلسي ما بغيتيش بهايمكم. انا النصيحه ديالي بصفه عامه، اللي كيتخلى على والدي ولا ما كيفكرش فيهم عمره ما يلقى الخير في حياته. انا في عمري 65 عام، وعندنا يعني تاريخ مع العائله والوالدين ورده الوالدين الى اخره. بالنسبه للسؤال اشنو هو يعني المشكل اللي الواحد ملي تيكبر تيخلي والديه وكيمشي مع مراته، كاين الحاله الاولى، وهي الا كان عنده فين يمشي، الا كانت عند الام فين تمشي وكان عندها بزاف ديال الاولاد ما فيها باس الا خلاها مشى. ولكن الا كان غير هو وعايشه ومراته، فهذا اللهم ان هذا منكر. ما خصوش ابوندوني الوالده ديالو خصو يبقى معها حتى يفرقها من الموت. هذا الشيء اللي كاين. ومراته راه مراته هذيك، اللهم لا كان الصداع بيناتهم. المرة ديما تنقول على الأم والأم تنقول على المرأة، فهذه حالة أخرى. عاوتاني كاين بزاف الحالات اللي ما يمكنش نفسرهم في ظرف واحد الوقت وجيز. يعني هادشي اللي كاين، ما كيبقى كلشي ردة الوالدين كتبقى على كلشي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.